وصلنا للمحاضرة السابعة اللي هي الأمايدز والألكلويدز. هاي المحاضرة يعني مو كلش صعبة وصغيرة، فما راح أطول يعني بيها بالشرح. أول شيء عندنا الأمايدزول، لازم نعرف الاستراكشر مالته. هذا الاستراكشر مالته هو 5-membered ring، يعني من 5 حلقة. هاي الحلقة مالته بتكون من 5 مركبات، 3 كربون و2 نيتروجين. هذا اللي بالبداية لازم نعرفه، لازم نعرفه انه هو 5-membered ring. الشغلة الثانية اللي ذاكرها هو تاتوميريك فورم، حيكون الأمايدازول تاتوميريك فورم. يعني شنو تاتوميريك فورم؟ يعني البروتون مالته او ال H مالته هاي ممكن تتواجد على اي واحدة من هاي النيتروجينات، يعني ممكن يتواجد على هاي النيتروجين او ممكن يتواجد على هاي النيتروجين. فهذا اللي يقصده بالتاتوميريك فورم. فاذا يقول هنا because the proton اللي هو يقصد ال H هذا can be located on either of the two nitrogen atoms، يقدر يتواجد على هذين النيتروجينات. هاي الشغلة الأولى سهلة لازم نعرفها. الشغلة الثانية عندنا الأمايدازول رينج، شنو حيكون السلائف مالته أو الأشياء اللي مشتقة من منه؟ الأمينو أسيد اللي هو الهيستيدين، حيكون هو بريكورسر أوف أمايدازول رينج، فهو اللي راح نشتق من عنده الأمايدازول اللي هو الهيستيدين. هذا الأمينو أسيد اللي نشتق من عنده. إذا تذكرون الأندول كان تريبتوفان، هذا الأمايدازول اللي هو الهيستيدين. هسه راح ناخذ شنو أول نبتة اللي هي بيليكاربس. بيليكاربس هاي النبتة اللي هي تكون أمايدازول. أهم لازم نعرف عليها الأربع شغلات: الجينرك نيم، الفاميلي، الميجر الكلويد، والاستعمال. الجينرك نيم مالتها اللي هو بيليكاربس جبراندي، الفاميلي روتازيا، والميجر الكلويد هو البيلوكاربين. هاي 3 شغلات كملناهن. اكو هاي زومر لهذا البيلوكاربين، قلنا البيلوكاربين هو الميجر الكلويد، اكو ايزومر اله اسمه ايزو بيلوكاربين. هذا الايزو بيلوكاربين حيكون شلون نقدر نحصله اثناء استخراج الالكلويد من البيلوكاربس من هاي النبتة؟ اذا سلطنا بيس حرارة قاعدة او حرارة هيت اثناء الاستخراج، هيت او بيس، فراح شنو نحصل؟ راح نحصل على هذا الايزو بالكاربين. فده يقول هو formed if base or heat applied during extraction of alkaloids. اثناء استخراج الالكلويد اذا سلطنا بيس او حرارة راح نستخرجه. زين هذا الايزو بالكاربين شلون، شنو الفرق بينه وبين البيلوكاربين؟ البيلوكاربين حيكون عنده اكتيف فعال، دواء فعال هذا يعني البيلوكاربين، بينما الايزو بالكاربين حيكون هذا ان اكتيف، غير فعال دوائيا. هذا الفرق بيناتهم. هنا ده يقول the ايزو الكالويدز، يعني الايزو بالكاربين هيكون ليك عنده ليك بالبيولوجيكال اكتيفيتي، يعني فعالية الدوائية مالته ما عنده معلومة نقدر نقول هيك. الآخر شيء اللي هو الاستعمال، البيلوكاربين شنو استعماله؟ بالأبثالاميك براكتس، يعني بطب العيون يستعملوا كشنو؟ اي دروبس از مايوتكس، يعني شو يسوي؟ يقلص حدقة العين، ماشي، ويستعملوه من بعلاج الجلوكوما. البيلوكاربين حيكون شنو؟ كولينرجيك ايجنت، يعني حيسوي ستيمولنت للمسكارينيك ريسبتر، نفس ذاك الدواء اللي اخذناه. فايش حيسوي؟ حيحفز المسكارينيك ريسبتر اللي هو الريسبتر مال الاسيتالكولين. فلما يحفزه راح يسوي هذا التاثير المايوتكس اللي هو نفس الدواء اللي اخذناه بشملزم مال الاندول اللي هو فايزوستيجمين. هذا اللي كان يسوي مايوتكس. هذا طبعا التاثير قلنا شلون يصير، يصير كونتراكشن للبابلي بابل، اللي يعني حيصير سيبلوري. هاي شفت لكم اياها اللي يصير لها كونستراكشن، ف تتقلص حدقة العين. بعد شنو يكون؟ يكون تأثيره مضاد للأتروبين. الأتروبين التروبان الكلويد اذا تذكرون هي حتكون بارا سمبثولايتك، يعني حيثبطون بارا سمبثيتك التروبان الكلويد. وكان استعمالها شنو؟
مضاد للتشنجات مال تروبان الكلويد، هذا حيكون عكسها، ما راح يثبط الباراسمباتيك وانما راح يحفزه، يعني راح يحفز الاستالكولين، حيحفز المسكارينيك ريسبتر، فحيكون عكس التروبان الكلويد او التروبين، عكس هذولك يعني جماعة. استعمال الثاني يقول هنا ريليف فور دراينس اوف ذا ماوث، يعني الجفاف مال الماوث راح يقلله، فهنا يستعملوه فور ماوث اند ثروت كانسر، يعني يقلل الجفاف. اخر شيء هنا انفستيجيت، يعني هاي بعد شغله قيد التطوير، يعني بعد مثابته فور بوتنشال تريتمنت اوف الزهايمر ديزيز، يعالج الزهايمر، وهاي يعني بعد يثبتون انه يقدر يعالجها او لا. uses of mercaptan يعني ادها adverse effect، هواي adverse effect. ليش المليكاربين يكون عنده adverse effect؟ لان هو حيكون non selective action as muscarinic ريسبتر. المسكارينيك ريسبتر هذا حيكون M1 M2 M3 موجود بهواي اعضاء، يعني بالعين بالقلب، فهذا حيكون نون سيلكتيف، ما يشتغل على واحد منهم، يعني ما راح يشتغل بس على العين، ممكن يشغل العين والقلب والهاي، اذا اعطينا هذا البوليكاربين فلما يشغل العين والقلب بقيه الاعضاء راح شو يسبب؟ راح يسبب هاي السايد افكت. فمنها شو يقول اكسس ويتنج اكسس سلايفيشن والبرونكايل سباسم ونكريز برونكايل موكس سكريشن، فراح يسبب هذه الاشياء، براديكارديا لانه راح يشتغل على القلب، فازو دايليشن هم اللي انه راح يشتغل على القلب بقدر نقول ايش، ودياريا، فهذين الشغلات اللي راح يسوين هون، فحيكون شنو نون سيلكتيف، وبما انه نون سيلكتيف ريسبتر ف راح يسبب ادفيرس افكت، يعني ما راح يروح على الريسبتر اللي احنا نريده، يروح على ريسبترات غير اللي احنا نريدهن، فراح يسبب هذين الاشياء يعني اللي هن الادفيرس افكت. بس شنو راح ناخذ الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو البيورين او الزانثين الكلويد. البيورين او الزانثين هو عبارة عن شنو؟ الامايدازول، رينج مال الامايدازول هذا قبل شوي اخذناه اللي هو هذا، عبارة عن الامايدازول ويا رينج ثاني اللي اسمه باي ميريدين، ف باي ريميدين زائد امايدازول راح ينطينا شنو؟ راح ينطينا هذا البيورين او الزانثين. نشوف الاستراكشرات، هذا الاستراكشر مال البيورين، هذا البايراميدين، هذا نفس البريدين تقريبا يعني بس ادين ثاني نيتروجين ثاني، ويا الامايدازول راح شو نسميه؟ راح نسميه بيورين. الزانثين هو نفس البيورين بس شنو اده؟ اده 2 اوكسجين دي اوكسي، ماشي، فهو دي اوكسي بيورين، زانثين حيكون دي اوكسي بيورين عند 2 اوكسجين. طبعا الالكلويدات مال البيورين الكلويد اللي هي الكافيين ثيوبرومين والثيوفيلين، هسه راح ناخذهن ونعرف شنو استعمالاتهن بالسلايدات الجايه يعني. ف هذا هو الاستراكشر مال البيورين، لازم نعرفه، هو بايراميدين و امايدازول. هنا دي يقول انه الالكلويدات مال البيورين راح نشتقها من شنو؟ من 2-6 ديوكسي بيورين اللي هو الزانثين. فالالكلويدات ما راح نشتقها مال البيورين، راح نشتقها من الزانثين. عندنا بالامايدازول اشتقيناها من منو؟ من امينو اسيد اللي هو الهيستيدين، وبالاندول التريبتوفان، بالبيورين اللي هو الزانثين راح نشتقها من الزانثين. شنو هاي الالكلويدات اللي راح نشتقها؟ كافيه كافيين ثيوبرومين والثيوفينين، ذن الالكلويدات. يقول هذا هاي الالكلويدات هتكون ويك بيس، ماشي، يا ويك بيس ما تنطي برسبتيت راسب وذ مايرز ريجنت، يا في الشغل مهمة مع المايرز وهاي ريجنت، ما تنطي رواسب ويا هذا الكاشف. عندنا هاي هذا الاستراكشرات والثلاث الكلويدات اللي مهمة اللي عندنا، ثيوفينين ثيوبرومين والكافيين. اول واحد راح ناخذه اللي هو الكافيين، كافيين هذا اول واحد راح ناخذ اول الكلويد. الكافيين وين موجود؟ بالتي ليفز، بالشاي موجود، وبالكوفي، بالقهوه والشاي والكولا
والكاكاو، هاي الشغلات موجودة منو الكافا الكوفي كافيين أقصد. هذا الألكالويد موجود من هذه الشغلات. البروبرتيز كيميكال بروبرتيز مالت الخواص الكيميائية والفيزيائية راح يكون ووتر سوليوب سوليبل سولبيميبل سوبيميبل، راح يكون يعني يقدر ينتقل من الحالة سوليد تو غاز يعني بدون ما يمر من الحالة الليكويد. هذا اللي يقول يعني خواص فيزيائية او كيميائية يعني مو كلش مهمة. المهم بالكافيين هو الاستعمال مالته او الميكانيزم شلون دي يشتغل. الكافيين هو مادة منبهة، يعني نعرف ان الكافيين مادة منبهة تنبه الجهاز العصبي، يعني يستعملوا انا ود شنو انا متمنى ناخذ كافيين. فهذا شلون يعني هذا التأثير شلون دي يصير، شلون دي يحفز ال CNS. وهنا دي يقول لك use mainly to relieve headache. فقاعد أعالج يعني الصداع هدك الصداع. فشون دي أعالج شون دي حفز CNS؟ أكفى شيء اسمه أدينوسين موجود بالجسم. هذا الأدينوسين موجود بالدماغ أكفى ريسبترات اسمها أدينوسين ريسبتر. هذا الريسبتر إذا أجل أدينوسين اتصل بهذا الريسبتر راح شي يسوي الأدينوسين راح شي يسوي راح يقلل النيورو ترانسميتر اللي موجود بالدماغ، وبالتالي راح يهدئ الدماغ وراح يسبب هذا النقص. فالأدينوسين هو شنو؟ راح يقلل reduce neural activity levels، يعني حيقلل النيورو ترانسميتر اللي موجود بالدماغ، حيثبطهم يعني أو يقللهم يعني اللي راح يسوي تشيل النيورو ترانسميتر راح يقلله يعني. فده يقول هو انهبيتر نيورو ترانسميتر اللي موجود بالدماغ ايش حيسوي له؟ حيثبطه. وبالتالي لما يقلل النيورو ترانسميتر اللي مثل شنو عندنا النيورو ترانسميتر؟ الاسيتايل كولين، الابنفرين، هاي كلها موجودات بالدماغ، دوبامين، سيروتونين، جلوتامين، اذا كلهن ايش يسوون؟ يقللهن او يثبطهن. ولما يقللن ذني راح يصير عندنا النقص، ماشي؟ حيسبب عندنا النقص. فالكافيين ايش راح يسوي؟ الكافيين راح يجي على هذا الادينوسين ريسبتر، مو يروح على الادينوسين، حيروح على الريسبتر مالته ويروح يثبطه، يروح عليه ويوقف الريسبتر هذا. ولما يوقف هذا الريسبتر راح يزيد عندنا النيورو ترانسميتر بالدماغ، ما راح تقل، وبالتالي راح يصير كمادة منبهة، ما راح يسبب النقص. هذا اللي قصده. بس مثل ما تشوفون هنا عندنا هذا الأدينوسين ريسبتر، ماشي؟ هذا الأدينوسين ريسبتر شنو يتصل بيه؟ يتصل بيه الأدينوسين، ماشي؟ لما يجي يتصل بيه حيسبب لنا هذا قلة النيورو ترانسميتر بالدماغ. اللي حيصير عندنا الكافيين هذا حيجي وين؟ هذا الكافيين حيجي يتصل بهذا الريسبتر، ولما يتصل بالريسبتر راح يوقف هذا الريسبتر. وبالتالي لما يجي الأدينوسين يتصل بالأدينوسين ريسبتر هذا ما راح يصير استجابة، no response، يعني هذا الريسبتر ما راح يستجيب لأن الكافيين مثبطة، وبالتالي يثبط هذا الريسبتر ويعني يسبب هذا الشيء الـ CNS stimulant. يقول هنا إذا استعملنا هاي دوزز يعني فوق الـ 500 ملي جرام هاي جرعة قاتلة، يعني إذا توقف القلب فهو ايش حيسوي؟ يعني انهبت جابا ريسبتر، هي حيثبط الجابا. هذا الجابا هم شنو؟ هذا هم يهدئ الجهاز العصبي السي ان اس. فاذا ثبط الجهاز العصبي ما راح يتهدئ، وبالتالي ما راح نحس بهذا التاثير مال النقص وهاي الشغلات يعني. بس شنو هذا؟ حيسبب رابيد هارت ريت او الريسبيريشن ريت، يعرف حيوقف القلب يعني. هذا هاي الجرعه الكلويد الثاني اللي اسمه ثيوبرومين. ثيوبرومين من مستخرجين من الكاكاو سيدز، من الكاكاو يعني موجود هذا الثيوبرومين. حيكون سبرينجلي سوليب ان ووتر سبليميبل نفس الكافيين،
أنفه ترك، يعني يقدر يسلك سلوك قائدة أو حامض. نجي على الأهمية مالته الدوائية، ثيوبرامين بشنو نستعمله؟ In modern medicine ثيوبرامين يستعملوه كفازو دايليشن، فازو دايليتر يعني شو يسوي للأوعية الدموية، يعني يوسعها، لما يوسعها راح شنو الضغط راح يقل، فهو شنو يقلل الضغط هذا الدواء هذا الثيوبرامين. ويستعملوا الاستعمال الثاني اللي هو ديوريتيك اند هارت ستيمولانت، فاستعماله هو فازو دايليتر وديوريتيك، حيكون هذا هنا استعمال مال ثيوبرامين انكريز يورين برودكشن، فهو حيكون ديوريتيك because diuretic effect راح يزيد اليورين برودكشن and ability to dilate blood vessels، يعني الفازلز الأوعية الدموية ايش راح يسوي لها، راح يوسعها، وبالتالي هذا الشيء راح يعالج لك الهاي بلاد بريشر ارتفاع الضغط، وايضا يقول لك هنا يعالج لك ال other circulatory problems اللي هي arteriosclerosis vascular disease angina وغيرها، يعني من ذي الشغلات اللي راح يعالجها. هذا بالنسبة للثيوبرامين. ثيوفينين هذا من وين موجود؟ بالتي، موجود بالتي ليفز، هيكون سوبرينجلي سوليبل ووتر. الاستعمال مالته اللي هو المهم هيكون سموث ماسلز ريلاكسنت سبيشالي in the upper respiratory tract، هيكون هو برونكايل دايليتر، حتى يعني هذا موجود الدواء، يعني شوفوا لكم اياه، فهذا هو الثيوفيلين يعني موجود، واللي يكون شنو برونكايل دايليتر يوسع القصبات الهوائية، يعني هو هذا اللي. يقول لك هنا هم also act as diuretic، ممكن هم يكون كديوريتيك يستعملوا الثيوفيلين. فيلر تيست عندنا اول واحد اللي هو مونوكسايد تيست. مونوكسايد تيست هذا اخذناه وين؟ اخذناه بالملزمة الاولى، كان شنو؟ كنا نضيف للالكلويد، شنو نضيف له؟ نضيف له HCl ونضيف له KCl ماشي، وننتظر لحد منبخره فابوريشن، لحد ما يتبخر، لحد ما يجف اقصد، بعد ما يجف شنو نضيف له؟ نضيف له امونيا، بخار الأمونيا نضيف له، وراح ينطيني شنو؟ purple color. هذا أخذناه من الملزمة الأولى، يعني ما بي شيء. هذا الكاشف يستخدم شنو؟ الكافين، ثيوبرومين والثيوفيلين. الكاشف الثاني هو التونيك أسيد، استعمل بس الثيوفيلين والكافين. هذا هنا راح نضيف شنو؟ للألكلويد، نضيف له تونيك أسيد، فينطيني شنو؟ وايت بريسيبيتيت. يعني بهاي البساطة. For the solvate test راح نستعمل بس الثيوبرامين. For the solvate راح نضيف HCl ونضيف Br2 يعني water، برامين water، نضيف for the solvate وأمونيا، راح ينطلع شنو؟ blue color. يعني ما شيء. Alkaloid biosynthesis in blood، هذا يعني البيوسينثيز مال شنو؟ مال بيورين الكلويد. البيورين الكلويد راح مين نصنعها؟ نصنعها من زانثوسين. هاي الزانثوسين عبارة عن شنو؟ عبارة عن زانثين، هاي حلقة الزانثين، ويا هذا رايبوز ماشي، فرايبوز وزانثين. شو نسوي؟ نسوي مثليشن من هذا الزانثوسين، نضيف مثل المنو لل هاي الان ماشي، نضيف له هذا المثل، فيصير اسمها 7-methyl زانثوسين. بعد ما اضفنا المثل هذا الرايبوز شايفين، لازم نتخلص من عده، فش نضيف H2O، فالرايبوز هياخذ ال OH من ال H2O ويطلع برا، يعني بعد ما نحتاج يبقى عندنا بس شنو؟ بس يبقى عندنا الزانثين. هذا الستركتشر مال الزانثين، 7-methyl زانثين. هذا الزانثين كل ما نسوي له ميثيليشن حينطينا شنو؟ حينطينا الكلويد. اول مره سوينا له ميثيليشن، هنا نضفنا له مثل، انطانا شنو؟ ثيوبرومين. بعدين ثيوبرومين سوينا له ميثيليشن، هنا نضفنا له CH3،
عن طريق كافيين، فيعني بهذا بايو ساينسز ما في شيء سهل، لحد هنا شنو كملنا محاضرة.